بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. بداية التسجيلات، كنا تكلمنا من قبل، قلنا سنشرع في تكريم التلاميذ. تكريم التلاميذ سواء تلاميذ الابتدائي ولا تلاميذ الأولى والثانية متوسط، على حسب شرعنا نديره في القناة تاعي، قناة في اليوتيوب. تلاميذ الأولى والثانية متوسط وتلاميذ الابتدائي، تكريمهم بشهادات تكريمية في الخادرة تاعها، كما شفتوهم اللي درتهم التلاميذ تاعي، شهادة في الخادرة تاعها مع صور تذكارية وفيديو صغير نعرضوهم على قناتي في اليوتيوب، والتلاميذ يحبوا يشوفوا رواحهم في اليوتيوب، تلاميذ الابتدائي ولا حتى المتوسط. طيب، راح نبدأ بالمناطق الآتية. منطقة تاعي 5 مليان، هي لازم نبدأ بها. العام اللي فات حقرتهم ما بديتش بهم، هذا العام نبدأ بهم. منطقة 5 مليان والبلديات المجاورة، عين دفلة كذلك، نروحوا لعين دفلة في الولاية، عين دفلة والبلديات المجاورة لها، البليدة، ولاية البليدة، الجزائر العاصمة، والمدية، هذو هما الولا اللي راح نبدأ بها. لذلك اللي يبعثوا لي اللي يسكنوا في هذه الولايات ولا البلديات المجاورة لها، ولا اللي يقدر يجي، اللي يقدر يجي عنده سيارة ويسكن شوية يقدر يحب يجي، يجي أهلا وسهلا. إذا 5 مليانة والبلديات المجاورة، عين دفلة والبلديات ولا الولايات المجاورة لها، البليدة، الجزائر العاصمة، وولاية المدية. المدية العام اللي فات ما رحناش اليوم، هذا العام راح نروحوا المدية إن شاء الله عز وجل في المدية. طيب، نبداو التسجيلات من اليوم، يبداو التسجيلات. اللي حاب يجي لهذه المناطق ونكرموه بشهادة تكريمية وصور وفيديو صغير نعرضوه على اليوتيوب، يبعث لي الاسم واللقب وصورة تاعو، صورة تاع نص، هذوك تاع نص، باش نسكانوها ونديروها له في الشهادة. الاسم واللقب والتصويرة تاعو يبعثهم لي باش نديروهم له في الشهادة، بنهار اللي نجو، نهار اللي كي نحددوا اليوم ونجو، يجو غير صحاب اللي سجلوا. لذلك إذا حددنا اليوم وجا واحد ما سجلناش ما يلومناش. لذلك بارك الله فيكم، اللي حاب نكرموه كي نجو يجي يتلاقى بينا ونديروا معاه فيديو ونكرموه، يسجل معنا الآن، يبعث لي الاسم واللقب والتصويرة، التصويرة نسكانيها ونديرها في الشهادة باش نخرجوا شهادة بالتصويرة تاعو مكاشية في الكادر، كي يجي نسلموا عليه نعطوها له ونديروا فيديو صغير وتربح، ما نضيعوش الوقت ونعمروا وكما درنا العام اللي فات. بارك الله فيكم. اللي حاب يجي 5 مليانة، عين دفلة، في مدينة عين دفلة، بليدة، الجزائر العاصمة، ولاية المدية، أصحاب هذه الولايات ولا البلديات المجاورة، الولايات المجاورة ولا اللي حاب يجي لهذا المكان، يرسل لي الاسم واللقب والتصويرة. طيب، وين انت واش من اليوم؟ سنحدده في الأيام القليلة، حنخصوا يومين ولا 3 أيام للتسجيل، ومن بعد نحدد واش من اليوم راحين، يومين للتسجيل فقط، اليوم وغدوة، تسجيلات اليوم وغدوة، ومن بعد نحدوا واش من اليوم اللي نروحوا فيه للخميس، واش اليوم اللي نروحوا فيه للعين دفلة، واش من اليوم اللي نروحوا فيه للبليدة، واش من اليوم اللي نروحوا فيه للجزائر العاصمة، واش من اليوم اللي نروحوا فيه لولاية المدية. وكما قلت ماشي خاص بهذه البلديات ولا هذه الولايات، اللي حاب يجي مرحبا به، المهم يرسل لي الاسم واللقب والتصويرة، ابتدائي واولى وثانيه متوسط. بارك الله فيكم، وان شاء الله نفرحوا التلاميذ ونديروا معاهم صور تذكاريه وفيديو صغير ونعرضهم على قناتي على اليوتيوب. لذلك بارك الله فيكم، اللي حاب يجي اهلا وسهلا بالجميع، بشرط يكون ابتدائي ولا يكون اولى ولا ثانيه متوسط، ويكون مشترك في القناة، يكون متابع القناة تاعي. بارك الله فيكم، يرسل لي الاسم واللقب. بارك الله فيكم، موعدنا سيكون في الأيام القليلة المقبلة، 5 مليانة، عين دفلة، البليدة، جزائر العاصمة، وولاية المدية. بارك الله فيكم، اللي راه انتريسي وحاب يجي يتلاقى بينا ونكرمه ويدي شهادة رائعة في الكادر تاعها، كادر رائع تذكار، يبعث لنا الاسم واللقب والتصويرة. بارك الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.